يا هلا يا الله مسهم بالخير. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا على حبيب وعلى طري الجمعة. أذكر سالفة حصلت لي، خبرون لا منهم قضى من صلاة الجمعة، واللي يقوم يتسنن واللي يقوم يأخذ مصحف واللي يطلع واللي يدخل. يوم أني خلصت مصلينا الجمعة، مرة أنفهد زوارة شوي وأبى تسنن، بس ما حطيت قدامي سترة لا عمود ولا شيء، وقفت كذا بصلي. المهم صفيت وصليت اتسنن عسى الله يقبل. المهم وانا واقف اصلي مر يجي واحد، انا اشوفه انا تخبروا واحد وهو يصلي يلخص، اشوفه متبل علي وانا صاف، وهو يتضحك ويتبوسم وتسنه وده يجزم علي. المهم جاء ومر من قدامي، تخبروا واحد الى منه صار يصلي، ومر واحد من قدامه يبي يمد يده يقاتله علشان ما يقطع صلاته، لعلي مديت يدي وهو ما صدق خبر، قضى بيدي. هلا حياك الله. أنا ما أدري أكمل صلاتي، ما أدري أفك يدي منه، ما أدري ألكم ومع عيونه. عسى الله يسامحه، عسى الله يقبل منه، عاد عدت السنة.